انا اصعب شيء بالدنيا اني ضحكك، واسهل شيء فيني اعمله اني انا بكيكي. اوكي. اليوم الكوميديا هي انا ضحكك بس انا ما اضحك. ضحكي انت على موقف، على رياكشن مني، على طريقه النطق، كيف الالقاء بدون ما انا اضحك. التهريج هو فرد قصة يعني. تمام. يعني شلون التهريج هو شلون مثلا انت عندك بيبي حاملتيه بدك تصوريه على الكاميرا بس ما عم يضحك، ضحك يا ماما، ضحك ما شو نعمل، نعمل له حركات بوشنا عشان يضحك، عرفتي؟ هذا هو التهريج، نكركره ممكن نعمل له كذا. هذا هو الفرق بين الكوميديا والتهريج. حاسألك على شغله، النكته شو هي النكته؟ خبرنا شو هي النكته. هي 90% فن القاء و10% هي النهفه اللي جوات النكته. كيف بتشوفي الكوميديا اللي عم تستخدم الام كشخصيه مركزيه او مصدر للفكاهه، موسيقى او لا؟ يعني فينا نقول مثل عمر مسكون، شادي قاس، وسلمان العاجي، وكثير اسماء اليوم بتستخدم على السوشيال ميديا الام كشخصيه اساسيه للكوميديا. هلا اول شيء الله يخلي امهاتنا كلياتنا ويرحم الاموات. ثاني شيء وجود الام بالبيت هو شيء اساسي. ف نحن اليوم بالبيت علاقتنا مع امهاتنا اقوى من علاقتنا مع مثلا مع ابهاتنا. تمام. فالكونتاكت اللي بتصير بين الولد وامه قريب كثير يعني من واقعنا. فانا مع وجود هذا الكاركتر، يعني هو كاركتر اول شيء اساسي وشيء من 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 خيالنا، من مو خافه من خيالنا، شيء من واقعنا، شيء من ارضنا، شيء عم يصير معنا. فهو قال كل شيء زاد عن حده قلب ضده. فإذا كان الشيء ضمن معايير إنه أنا ما كتير ضايق الأم بقبل فيه، أما أقلل من قيمة الأم هذا الشيء أنا ما بلاقي مقبول لا لإلي ولا للناس. يعني بالنهاية أنا أمهاتنا تعج على راسها. يعني أنا أمي ما ممكن إني أنا ممكن إني أنا أقلدها لأمي. قلدها شو بتعمل؟ يعني اليوم كل أم إلى كاركتر خاص، إلى حركاتها، كيف تعامل بالبيت لما تعصب، لما تكون رايقة، كيف لما يجي جوزها، كيف، عرفتي؟ فكل شيء مقبول بدون ما نهين الام بقبل يعني فيه. انت شايف اليوم هو هل هالفيديوهات اللي عم تنتشر عم تساهم بتقليل ولا ب ما فيني ما ايه تمام ما فيني اجزم لك يعني انت في شيء انت اللي عم تشوفه يعني انا ما بحكيك كصانع مو كل الفيديوهات انت كمشاهد شو عم تشوف. في فيديوهات بتسيء للام وفي فيديوهات ما بتسيء للام. يعني في فيديوهات عاديه هي لطرح نكته، لطرح واقع عم بيصير، في فيديوهات لا بتسيء للام. طب مين منافسين عز اليوم؟ ما حقلك اليوم ما في منافسين، اليوم في منافسين كوميديا، اما منافسين محتوى ما حقلك في منافسين كوميديا اليوم. انا برايي مثلا شو قصدك ما في منافسين محتوى بس المحتوى كوميديا؟ المحتوى اللي عم يقدمه ما حدا مقدمه بعنا بالبلد مثلا بسوريا او كذا، ما حدا عم يقدم مثله. يعني مثلا شخصية عز هذا كاركتر عز. ما عندك منافسين. رح قلك في منافسين كوميديا. منافس كوميديا مين هو؟ مثلا حنقول لك شادي قاسو او سليمان عاجي. صحيح. سليمان عاجي كوميدي وشادي قاسو كوميدي، بس سليمان له محتوى وشادي له محتوى وعز له محتوى. فنحن منافسين كوميديا وهي منافسه حلوه. يعني انا عم تحفزك هي الكلام. تماما. بس نحن مو يعني نحن فايتين بطريق كوميديا، بس كل واحد اخذ محتوى بالكوميديا. يعني هون مثلا سليمان عاجي اخذ محتوى ام تحسين. شادي قاسو له محتوى شادو او شاديا. تمام. هو شخصه وفي هو لشخصه. وعز بمحتوى انا بقضايا كوميديا السوداء. هي انا هيك تعتبر انا هيك بعتبرها انه هي الكوميديا الناقده. انا بعتبر حالي الكوميديا الناقده، بعتمد الفكره وليس القصه الكاركتر مثلا. تماما. الفكره وليس القصه انا ما بعتمد فيديوهاتي بس ما عندي فيديو اطول من دقيقه. يعني انا فيديوهات يعني انا بدي اوصل الفكره بهالدقيقه، بوصل الفكره وليس قصه. يعني انا بوصل لك فكره ب 20 ثانيه اكثر من هيك ما خلص، بعطيك انا الزبده للفكره.